يلا قومي نوني، يلا قومي خل اخذ منك طاقه ايجابيه، اعطيني طاقتك الايجابيه الجميله هذه انا احتاجها اليوم. تي اي اوكي؟ هي طبعا جزينش حالاتي اكيد اوكي. طاير اثر قد ما راح دوش انت زينه. حياتي انا ميته من اليوع، الحين لازم اسوي ريوق، ما اقدر. بس يا هلا يا صباح السعاده يا صباح النور والنوير، حياك حياك. انا جبت فطاير وقلت انت ريق مع بعض. لا 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 خلي فطايرك حقك حبيبتي، انا لازم اسوي ريوق الحين، اترسلك السفره هذه من اناملي الذهبيه احلى اكل. هاك مسكي. بسم الله الرحمن الرحيم. شو السالفه بنات؟ دق عليها مشاري وراضاها وغير رايه ولا شنو؟ ليش كذي مستانسه؟ ما ادري. ليش ما اعطتها بالابره؟ ندوش حبيبتي، في ريايل الزواج مو نهاية حياتهم العاطفية، بالعكس حياتهم العاطفية تبلش بعد الزواج، كل هذا بدافع الملل وإثبات الذات. يعني أنا الشاب الوسيم وكل البنات تحبني. أقول ملل وخرابيط وهالسوالف حبيبتي مو عندي أنا، خلي اللي عندي يمل ولا يفكر إنه يمل. ها مو يتعرف بعد على واحدة؟ لا أكسر ويها تكسر. ليش أغلب الرجال غير جادين في العلاقة مع المرأة؟ تعرفين السبب ندى؟ ما أدري يعني. شوفوا لا نظلم كل الريايل، يعني لا نظلمهم، بس يعني الأغلبية ما يدرون عن هوا دارنا، قاطين كل المسؤولية على المرأة، يبي يسافر يبي يروح مع ربعه يبي يروح دوانية إلا من رحم ربي. لأن المرأة تعطي المشاعر بعطاء وبسرعة وتثق ثقة عمياء، بالتالي ما تخلي داخل الريال اي نوع من انواع التحدي. لحظه اختي، انا شيء حكي هذا فاضي ما افهمه، انا كنت بسط المعلومه عشان افهم. المفروض مشاعرنا تكون على قدنا، نفس ما ناخذ نعطي. بس انا صار معي العكس، اعطاني كل شيء، اعطاني حب عاطفه اهتمام، ايش سوى بالنهايه؟ تزوج علي اللي ما تسمى. لان التكتم بالمشاعر يعطي نفس النتيجه. المفروض انت تعبرين عن حبك لريلك وتعطينا هذا الاهتمام، لان اذا ما سويتي هالشيء بعد راح ينحاش منك. وبعدين شو الحل؟ الحل عندي وانا ابو هندي افا عليك. بس شوفي حبيبتي، انتوا لازم تسوون مثل ما انا سويت مع ريلي، انا دلعتي على الاخر بس مو وايد، عاد لا تعطونا ويه، يعني مره تشدون الحبل مره ترخونه مره تدلعونه مره تدوسون عليه كذي، يعني عرفتي الحياه كلها لازم كذي تكون نص بنص. ايوه اخر شيء طايحين على بوزنا. يو ار سو فاني، على فكره ضحكتيني وانا مالي خلق اضحك، تخيلي. الحل راح يكون بالتوازن، التوازن في العلاقه، مثل ما تعطين مثل ما تاخذين. راح اقرا لكم. حب يجعلك تفكر فقط كيف ترضي الآخر؟ حب يدخلك في دوامات من الأسئلة المبهمة. حب يأخذ منك ولا يعطيك. حب يجعلك فقط تفكر بالجانب المادي من العلاقة. كل وحدة أبيها تكتب أكثر الأشياء اللي تنزعج منها في الشريك. كثر ما تكتبون يكون أحسن.